وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم في الحلقة الثانية من مصنع السلاح ومصنع السلاح وكل شيء موجود. عندنا الوضع شوية اليوم في شربكة، عدلت شوي شغلات، بدلت شوي أماكن، في شغلات مقلتها ما تقوم مكانها، بس ما عليه، بعدها اللعبة يبالها تطوير. انزين، الحين نحن اللي محتاجين نسوي لبس عسكري. طبعا كنت بسوي رصاص، لكن اللبس العسكري شكله أرخص. انزين، وناخذ عقود الحين مع منو؟ يا ساخذ عقود يا اصقائي مع امريكا اكثر شيء، وبريطانيا ابى علاقاتي معاهم فول، لان انا الحين ابادي المصنع وين؟ في امريكا. واذا المصنع في امريكا لازم وين ابدا اسوي علاقات؟ اول شيء مع منو؟ مع امريكا، على اساس اقدر احصل تراخيص كيميكال وغيره حق الرصاص. انزين، الحين نحن بنبدا نبادي سبنسر ماشين اللي هي تطلع السامان. حلو، نبى وحده تطلع سامان هني، وحده تطلع سامان فراغين هني. حلو، انا ما اعرف بالضبط كيف، بس خلنا نمشي مع دفتر الطبخ مالهم. هذا شو محتاج؟ هاي محتاج فابريك، بعدين سوينج، بعدين زيبنج. اوكي، سوينج بعدين زيبنج. اوكي، هذا بس حق البنطلون صح؟ بس نحن نبغى نشوف الفرق بينهم. الحين هذا حق البنطلون. انزين، واخر شيء نحط اند اوف لاين نسكره، بعدين نبغى نسير على الايتمات ونشوف هذا نفس الشيء ولا غير. هذا غير، يبقى بلاستيك. هاي بيكات اظني، هي هاي باله خطه بروحه. حلو، ونبغى كومبات بوت، بعد يبقى بلاستيك. يعني الشيء الوحيد البسيط هو يمكن البنطلون صح؟ بنطلون وتشست بخليهم لاين واحد اللي هم هني. حتى التشست يبقى له بلاستيك بلوك. انزين، خلنا نسوي خط اول شيء حق البناطيل. حلو، بنحط سبليتر هني، بنحط سبليتر. سوالف فاكتوريو بدينا، في التعقيد بدينا. انزين، بنحط هني اثنين شغلتين. حلو، خلنا نشوف دفتر طب شو قلنا نسوي حق البنطلون. حلو، بعدين يبالنا فابريك شيت، يعني سوالف الفابريك، يبالنا شيء يقص الفابريك، يبالنا ماكينة تقص الفابريك رقم واحد ورقم اثنين. هاي بحددها الحين، صبر بس حطي هاي بالعكس، ان شاء الله يشتغل نفس ما انا اتصور. يعني زين، شوف الوضع قام يستوي شوية في لحظة. هذا خلنا نحطيه بالطريقة هاي، بعدين نغير مكان هذا بناء على منو؟ عليه. حلو، هذا حق لاين الفابريك مالنا، كله فابريك ما يبى شيء ثاني. زين، اذا كله فابريك ليش اخلي ياخذ مساحة المصنع؟ ليش ما احطيه هني؟ هذا زين، ونسوي دبل لاين حقه بروحه عقب برايه. شوفوا، بنحطيه هني في زاويه المصنع حق البناطيل. قلنا هذا بالطريقه هاي، واحد بالطريقه هاي، بنحطي واحد هني واحد هني صح. اوكي، ما عليه مشكله، شوي لين اركب عدل، بعدني ما تعودت على قياسات اللعبه. ان شاء الله يطلع الفابريك عاده، ان شاء الله يطلع الفابريك. خلينا نشوف الدسبنسر اللي يطلع لنا فابريك. لحظه، بيوزع عليهم. يباله شو اسمه، يباله كنترولر براي. انزين، بنحطي هذا هني. على فكره الميكانيكي حطي له ورشه، بس صح براويكم، ذكر دام اني ذكرت، حطي له ورشه يبدا يصلح. الحين قاعد يصلحون بس مرات يتاخرون، لازم انا اتدخل. انزين، الحين بنحطي هذا، شو يسوي لنا اوتبوت ماله؟ بنطلون كتر ماشين، كتر ماشين يباله بنطلون صح. بعدين يباله خياط، خياط معناه احاول اصغر الخط قد ما اقدر، لان لو بغيت اضيف خط ثالث اظني هذا ممكن يكفينا. احتمال. انزين، بنحطي عقبها مكينة خياطة. انزين، وبنحطي زيبنج ماشين. خلنا نحطي الخط، ابغى اشوف
ابغى احطي هذا على اساس اشوف اذا بيمشي حاله ولا ما بيمشي. صبر يعني، اذا ما يطلع منه برودكت بعرف وين المشكله. انزين هذا خط واحد بيكون حلو. وندف لاين اول شيء، خلنا نطلع خط هذا، خلنا نعرف شو السالفه. انزين ونحط نهايه الخط، نهايه الخط بيكون بالنسبه لهم ايه، ما في ميرجنج، ما في اروم اضمهم. لحظه هاشي يسوي هاي، خلينا احط لاين على لاين. زين ما اروم اجمعهم مثل ما اروم افرقهم، لو اروم اجمعهم بيكون حلو. اوكي الحين انا بعرف اذا اقدر اجمعهم ولا لا. لا اظني اجمعهم عادي، ما يبالي شيء. لحظه ليش انا معقد المواضيع؟ خلينا نكمل بحث الرصاص. زين الرصاص حق بعدين، هذا ترى ممكن نحن نسوي شيء ثاني. انا بخبركم حركات الحين، قلت لكم مال فاكتوريو قامت تستوي بالطريقه هاي، ونحط خط بروحه على جنب اللي هو هذا الطريقة هذه. شوفوا هني التكتكة تستوي، هذا بيكون هني تقريبا صح، لأن بيكون عندنا نحن باكجينج مال بوكسات. لحظة إذا السالفة بالطريقة هاي، خلنا لحظة صبر، خلنا أرد أسوي تعديل بسيط على الخطة. ان شاء الله ان شاء الله يضبط، ان شاء الله يضبط. انت ادعوا انه يضبط، لان انا مش متاكد انه بيضبط صراحه، بس انا اتمنى انه يضبط بالطريقه هاي على اساس نقدر نسوي مصانع شوي معقده. زين وبنيب ورك جروب اللي هو مجموعه عمل جديده، هذا نحن نضيفه ليش؟ على اساس هذا اللكس برودكشن حسب نعرف هذا مال شو عقب صح؟ انزين بنحطي له محطة مال الريال هذا اللي بيراقب المكان كامل، بيكون عند الانتاج. اذا الانتاج ما يمشي المفروض يعرف شو السالفة صح؟ ونوظف لنا موظف واحد حق لاين كنترولر ريكروت، ونصير عند وين اللكس برودكشن ماله، هو انتاج مش ريل يعني، بس مو مشكلة بنطلون المفروض. انزين هذا معناه نقدر نضيف الحين عليه مكاين، نحن نضيف المكاين على ورك جروب على اساس انه واحد يقدر شو. واحد اثنين ثلاثة بخبركم، أربعة خمس ست سبعة ثمان تسع، أوكي تسع كله أوكي. خلنا نسوي باور أون نشغلهم كلهم المكاين، ما أدري إذا كهربتي بتكفيني ولا. شوفوا أقدر أحط عشر مكاين حدي، يعني أنا علمت قاعد أمشي الحين. إنزين خلنا نشوف هيا لسقص ولا ما يسقص، ولا ما في كهرباء؟ لا في كهرباء، يقص بنطلون يخيطه يطلع انتاج. خلنا نشوف، اوكي هذا دبل انتاج، نايس نايس. الحين لازم نشوف اذا حد محتاج البناطيل. صبر خلنا نبيع شيء لانه وايد صرفنا فلوس، نبي ندخل فلوس، نبي ندخل فلوس عدله. زين خلنا نبيع القفازات اللي نقدر نبيعها كلها، وخلنا ناخذ طلبيات. ما في طلبيات شو؟ زين خلنا ناخذ، ما عندي هذا، ما عندي هذا. امريكا وين؟ هاي امريكا. اول شيء بتشوف طلبات امريكا. زين اخبركم لان الموضوع هذا يباله تكتكه من الخاطر، ترى عندي وايد قفازات، فخلينا اخلص الستوك مالي يمكن يجيني طلبيات جديده. اوكي نبى بناطيل، الحين بناطيل بيتم من عندي في الستوك لين احصل حد يبى شو يبى يشتريهن. زين خلنا نبيع 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 نبيع، لازم تبيعون اول باول على اساس يكون عندكم فلوس. شوفوا طلعنا الفلوس مره ثانيه. الحين لازم مساحه تخزينيه مالي راح تتعبى، طبعا في دائما دقوا اف وشلوا الشغلات اللي تطيح الارض. زين محتاج ستور، ستور مالي ما يكفيني. لحظه اقدر اسوي ريسيرش حق ستور افضل، لان قاعد اوريدي اسوي ريسيرش مال الرصاص صح. اوكي خلص على حظي.
انزين خلي اسوي ستور هني، بفترض ان هالستور اللي بيكون حق بناطيل بيكون هناك، بنقول مال قفازات هني مال بناطيل، بس اذا عندي وايد المفروض اخلصهم الحين احسن، اخلص الانتاج، لان الحين خط انتاج الملابس راح يكون سالفه طويله، لازم ننتج ملابس قد ما نقدر. زين خلنا ناخذ طلبيات جديده، قفازات المانيا امريكا يبون قفازات، نايس. مفروض اساسا ما اخلي شيء زياده عندي، مفروض اخلص اول باول الصراحه يعني. خلنا نعطي المانيا، نعطي امريكا. زين فضينا الحين الستور شوي، معناه البناطيل اللي عندي شغالة عدل ولا؟ أنا بعرف هذا يطلع ولا ما يطلع. هاي سوي باكج كل شيء أنا فاهم، بس الحين هل في مشكلة في الخط ولا ما في؟ اللي أنا أشوفه قاعد يدخل إنزين، بس ما أشوف برودكت طالع، ما أعرف ليش. هل في شيء غلط؟ هل في ولا في خطوة ناقصة سويناها؟ سوينج عقب الخياطة عقب زيبنج، حطينا زيبنج باس بلس 1 اند اللي هو بوكسنج اللي هو هذا، شوفوا حطيناه. بس الغريب ما قاعد اشوف انا عندي في ال في هذا. خلنا ناخذ طلبيات نبيع، اكتب اوردرز عندي ريبيتيشن افاليبل اوردرز، دقيقة ريسيرش نبغى نسوي، بعرف سبب ان هذا ما يطلع، مش فاهم انا ليش هذا ما يطلع، معناها شغال اوكي. يطيح الارض يعني قاعد يستقبلهن، مع هذا معناه قاعد يستقبل. خلينا نفتح كتاب الطبخ، بنطلون بالضبط على المكان، خلينا نشغله. لازم نضيفه هنا الحين اذا شليناه. زين خلينا نشغله، يمكن ما كان شغال فور اون كل شيء. اظني في كهرباء ناقصة، ما قاعد تمد كفاية. خلنا نركب كهرباء، كهرباء حق هذيل بيكون كباينهن هني. زين خلنا نشوف، يمكن كهرباء، يمكن كهرباء. هذا الريسيرش خلص، خلى بشكل بيكون عندي وايد شغلات. ها شو يسوي؟ اوكي هذا رفوف اكبر، هذا اقدر احطيهن اكثر فوق بعض، فخلنا نسوي رفوف اكبر شويه. بس انا مش فاهم موضوع البناطيل، خلنا نشوف حد يبى بناطيل اصلا في العالم، شكله ما حد يبى بناطيل اصلا. انا سويت منتج كامل ما له داعي. بريطانيا والله ما حد بيلعوزنا غير الصين. نو اكتف نيو اوردرز، انزين نيو اوردرز افاليبل، نايس. نحطوا لنا اوردراتي دوت بناطيل. زين الحين خلينا نشوف سالفه البناطيل. ايوه ما قاعد يدخل عندي في الستوك اي شيء تماما ما قاعد يدخل عندي في الستوك. خلي دقينا على هذا، شو المشكله هني؟ عندي اثنين ميكانيكيه مش واحد. زين هذا معناه خلينا نهدم هذا. زين هذا من الجروب، هذا فانكشنال المفروض شغال، يمكن لاني انا حاط اثنين. صبر خلنا نشل هذا نحطيه هني. اوكي خلنا بفترض اني انا حاط اثنين لاني حاط خطين انتاج يمكن، فخلوني احطي خط انتاج الاول بروحه بعد حبة ورا. زين تعال انت هني، حلو. خلنا نشوف الباكجينج بيدخل اذا بروحه.
نفس الشيء. انت خليك تسكر شوي لحظة، ما نبى معانا وياك. زين يمكن هذا مو عدل، ما يقدر يطلع. يمكن هذا مو بعد المحطوط. انا ما بالنت هذا الحين بالنت. عجيب عجيب. انا بخصوص اني خلنا بنت كل شيء. صبر. يا ربع اخيرا امباك فهمت الموضوع. يقولكم هذا يحتاج في كتاب الطبخ شو كاتب، اللي نروح على اللقز مكتوب هني سوينج ولا مكينة الخياطة، بما معناه ليفل 2 لازم احطي مكينتين في الخط. يوم احطي مكينتين، خلنا نصلح هاي قبل لا تخترب، ناقصين نحن، خلنا نصلح هذا بعد. انزين، فيوم نحطي مكينة الاولى الخياطة تكون ليفل 1، نحطي مكينة الثانية يكون ليفل 2. مكتوب هني، قريت اللعبة كلها، اخر شيء وصلت هني مكتوب شوفوا كل مكينة تحطي ليفل زيادة. وبديت انتج بناطيل اخيرا يا جماعة، طلعت روحي الشغلة هاي الصراحة، يعني صراحة صراحة شوي طلعت روحي. انزين هني نفس الشيء، بنت انا اللاين توه، خلوني اهدم كل شيء على اساس اني ابني باك باك. انزين بس شو استوى؟ استوى الحين، خلونا نمسح. اوكي بنمسح كل شيء، بنبدا من اول جديد على اساس اني اشرح لكم شو استوى. وشيء ثاني بعد، لازم اني بموظف زياده حق التصليح، ميكانيك ركروت. بنسير البناء بنحطي له عند الموظفين طاولة تصليح هني عند المكان هذا، خلي يكون ما اعرف، اظن هني ما بيقدر يتمشى، فخلونا نحطي له مكان عند الماكينة هني يقدر يصلح السامان. انزين يقدر يشيل عدة تصليح من هني. انزين فخلنا نصلح نحن هالماكينة. فالحين بدينا ننتج بناطيل، حلو. هني نفس الشيء، خلنا نسخت كتاب الطبخ، كنا نسوي، حاولت اسوي هذا بالاحرى من خارج التسجيل. انزين شوفوا، يباله باك باك، يباله هيتنج، هذا ليفل 1 ليفل 1 ليفل 1. خلينا نروح للبلت مره ثانيه. انزين بلاستيك فيتنج عادي، ما يباله اي شيء بنحطيه، بس يباله يعني بما معناها الحين بنحطي بلاستيك فيتنج. عقب البلاستيك فيتنج هاي ليفل 1 ليفل 1 اللي احنا عندنا هني. شو هاي؟ هاي اللي تقص الشنطة، حلو. بخبركم انا الحين بعدين، يبانا هذه اللي هي كتر ماشين، وراها بنحطي حزام، بعدين بنحطي زيبنج ماشين. اوكي حلو. وبعدين الاثنين بيدخلون وين؟ في التجميع. شوفوا يعني، خلينا نحطيها السيستم الاولي، انا ما اعرف ليش شليته، او ان اوضح يعني. انزين بنحطي الاثنين، خلينا نحطي هاي حبه هني، بنحطي واحد هذا هني، وبني بالخط هذا لين هني نوعا ما. الخطوط يلي الحين في ريسيرش بوينت لازم اسويه، لحظه، اللي هو هذا يخليني احطي حزام فوق حزام عشان ما يبين، يكون ارتب شويه، بيكون وايد احسن من الخلصه. انزين بعدين شو يقولنا كتاب الطبخ؟ يقولنا خلنا نرجع مرة ثانية للباك باك. انزين نحطي ليفل 2 سوينج ماشين، اللي هي مكينة الخياطة ليفل 2، يعني نحطي مكينتين. بعدين نحطي منو؟ مال البوكسنج. بالصبر، خلنا نحطي هذا اول شيء، وبعدين نحطي حق البوكسنج، بعدين نبقى نهاية الخط يكون عندنا يا جماعة الخير هذا. شوفوا بالطريقة هاي الحين بنيه. خلنا نمسح كل شيء من الجروب، ريست نسوي، نمسح الجروب كامل، نسوي جروب جديد، نسميه الجروب هذا باك باك، يعني شنطة الظهر، حلو. بنحطي للباك باك هذا، عنا عامل استوى فاضي لانه كان اصلا يشتغل. افوا ما عندي عامل فاضي، انا متأكد كان عندي عامل، ولا حولته هناك انا ما اعرف. المهم خلنا نوظف واحد في الخطوط. نسيت احط الستيشن يا حبيبي، وظفت عامل على الفاضي. انزين
الحين اقدر احطيه من هنا. اوكي انا اسف شباب. انزين الحين لازم نضيف فايل كلهم ان شاء الله يستوي مكانهم 10 بالضبط. انزين لين هنا ونشغلهم. حلو، فنبغى ننتج هنا. يلا كانت موضوع صعب. شوفوا الحين خل اشوف فلوسنا قامت تخلص. لحظه اذا خلينا نشوف الاكتف اوردرز، خلينا نسلم شو نقدر نسلم. هذا يبى سلاح، انا اسف ادري ريبيتيشن بينزل. هذا يبى رصاص، ريبيتيشن بينزل. الحين البناطيل قاعد يستوي لنا انتاج. الحين نبغى شيء بس قفازات ولا شيء نسلم، نبغى فلوس. هذا جاهز طلب، هذا 5000. انزين نبغى من الجماعه، شوفوا هذا فولفيلمنت تايم ما نبغى. هاي قفازات نبغى بروحه، نبغى قفازات بروحه، نبغى قفازات بروحه، نبغى نرجع شوي فلوس الحين. زين نبغى قفازات بروحه، نبغى قفازات بروحه، نبغى باك باك ما نبغى الحين، بس نبغى شوي نرجع فلوس اللي جبت العيد انا، لاني خسرت الدنيا وخذت عقود بناطيل ودنيا طويلة. انزين الحين مفروض انه ينتج هذا ليفل 1 اوتبوت، مفروض هذا يجمعهم. هاي شو مشكلته؟ اوكي انا اسف لازم احدد له انتاج. هاي مسكين عنده ظني ناقص انه عشان يسوي باك باك. خلينا نحدد حق هذا باك باك يجمع. نايس. انزين الحين بيجمع لنا باك باك، ان شاء الله يطلع ليفل 2، ان شاء الله يطلع ليفل 2، ما يكون بيقول لي يبالي حزام في الوسط. استوى البحث مالنا خلص؟ هي توه خلص على سيرته. خلنا نخلص اخر شيء في خط الانتاج، كولينج ماشين ليفل 1 الى اخره. نقدر نطلع رخصه هنا، نبي نسوي كولينج ماشين يمكن التبريد حقه هناك. فالحين بالطريقه هاي كل شيء قاعد يستوي. شوف 7، ما هذا معناه بيسوي له باك، معناه بيزيد عندي في الستوك هنا، لازم يزيد. حبيبي الوضع مش بلاليط يعني، الوضع يباله شوي تكتك يعني. وانا قاعد اخذ عقود 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 عقود، مضيع الدنيا يعني، هات تضيع الدنيا ترى. فطلع الموضوع الليفل 2 هذا موضوع يا جماعة الخير. ما في قفازات بروحه، في عقد واحد، خلنا نفضي الاستورات مالنا، بشل خط انتاج كامل شكل قفازات عشان اوازن الانتاجيه ما بين الكل. انزين الحين هذا عنده مشكله مع شيء؟ لا ما عنده مشكله مع شيء، قاعد ينتج تمام قاعد ينتج. فهذا موضوع الانتاج. فالحين اظني على الريسيرش الجديد، لحظه دقيقه خلينا نبند هذا عشان ما يطلع لنا شيء. مش مفروض اني اقدر ولا بعد ما اخلص؟ المفروض انه خلص ولا ما يخص هذا شيء ثاني؟ هاي شغلانة ثانية اظني، ما اعرف. المهم بدأنا الانتاج الحين شبه طبيعي. هاي كانت حلقتنا اليوم، مشكور للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.